بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد في السنه الجديده، في حلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات جميله جدا وظريفه بقى عشان تعملوها كده وتاكلوا وتتغذوا كده وتتشجعوا تقفوا في البيت. كل سنه وانتم طيبين يا رب. السنه الجديده بقى دي تبقى حلوه كده يا رب يا رب، وتبقى احلى من السنه اللي فاتت، وكلنا نبقى فيها مبسوطين، وكورونا دي بقى تمشي تماما ونخلص بقى من الكلام ده كله، ونبقى في احسن حال يا رب يا رب، تبقى سنه جميله باذن الله. اول حاجه هنعملها هنعمل الصدر الرومي الروستو، تمام؟ صدر رومي مشوي في الفرن مع شويه خضار، هنتبله تتبيله لطيفه جدا، وانا اصلا بحبه قوي، سواء اذا كان بقى في التجمعات في الاعياد او حتى على دخله المدارس، او حتى الام اللي بتشتغل كده زي حالاتي وزي ناس كثيره معانا ترجع من بره شرايح تركي مع الاكل، او في العشاء او في السندوتشات المدرسه بدل ما بنجيبه اللي هو المصنع ده، نعمله في البيت. خطير، مكوناته كلها بسيطة جدا وهيقعد معاكي كتير، يعني تشيليه في الفريزر وقت ما تحبي تطلعي منه وتقطعي شرايح هيبقى لطيف قوي. فان شاء الله نعمله دلوقتي وتجربوه. الوصفة التانية هنعمل شوية مخبوزات فطاير كده، هنحط فيها شبت، طعمها تحفة ومقاديرها كلها بسيطة جدا وعندك في المطبخ. هتطلعيها وتعملي عجينة محترمة جدا تجنن، بالهنا والشفا تجربوها ان شاء الله. واخر وصفة هنعمل الباوند كيك. دي كيك بقى يا جماعة عالمية، أنا قعدت كتير قوي أجرب فيها. دايما وأنا صغيرة كنت باكل الكيك اللي هو كان بيبقى معلب كده وصغير، طعمه حلو، فيه فواكه مجففة، بيتباع ومش عارفة إيه، وكان بيعجبني جدا، غير الكيك العادي اللي هو اللي إحنا عارفينه اللي مامتي كانت بتعمله وكلنا بنعمله ده. فالباوند كيك دي طعمها في بقي من وأنا صغيرة، فكنت عايزة أبقى شاطرة فيها وأبقى بعملها صح. فالمقادير اللي أنا هقولها لكم دي حاجة كده من الآخر، احلى وصفه للباوند كيك بمقادير مظبوطه جدا. هتطلعي كيك ولا الجاهز اللي في المحلات ده اللي بيبيعوه شبه التوست كده وملفوف، هيطلع روعه ان شاء الله يا رب. الوصفات كلها تعجبكم وتجربوها. هنقول بقى مقادير اول وصفه معانا، الصدر الرومي المشوي. معانا طبعا صدر رومي حلو كده متربط، وهو كده كده الجزار او الفرارجي بيربطه، او لو هتشتريه من السوبر ماركت بيبقى كده كده متربط بالدباره بتاعته دي ومتكتف حلو زي الفل. محتاجين نتبله بقى. نتبله بايه؟ ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره حلوه كده من المستردة، معايا كمان معلقتين من الصويا صوص، تمام؟ معلقتين صغيرين يعني، معلقتين كبار بقى من السمنه، علشان لازم ندي الصدر الرومي ده تقليبه كده في السمنه على النار، سمنه مع زيت وورق لورا، مستكه، حبهان، ممكن نحط كمان راس ثوم نقسمها نصين كده تنزل طعم الثوم وقت ايه تشويح الصدر الرومي ده قبل ما ندخله الفرن. مده تسويته في الفرن ليها علاقه بوزنه، الحاجات الكبيره دي اللي بنبقى مش عارفين هي هتاخد وقت قد ايه، على قد وزنه هياخد وقت في الفرن. فانت بعد ما نعمله التتبيله ونديله صدمه على النار بنحطه في صينيه ونغطيه بالالومنيوم فويل وبندخله الفرن. ممكن نحط معاه بقى شويه خضار، معانا جزر، معانا بصل، معانا كرفس، معانا فلفل حامي، ممكن تحطوا فلفل الوان، ممكن تحطوا كمان بطاطس، زي ما انتوا عايزين تقدروا تضيفوا، ما فيش مشكله خالص، بيطلع خطير ان شاء الله يا رب يعجبكم. انا عايزه اجيب بقى ايه، اجيب ده الطاجن ده، بس انا عايزه ايه انضفه عشان لو في اي ميه ولا حاجه نشيلها كده ننشفه، تمام، علشان اعمل فيه التتبيله بتاعه العرق الفظيع ده الرومي. حطيت هنا كده الصويا صوص، هنحط كمان المستردة اهو، هنحط كمان الملح والفلفل، فلفل ملح، وين ايه نقلب التتبيله الحلوه دي اللي هنحط فيها ايه صدر الرومي كده اهو، صويا صوص، مستردة، وملح وفلفل كده، بس كده. هاخد بقى ايه الصدر الرومي الحلو ده المتربط اللي زي الفل، وهن ايه بقى نحطه في التتبيله بالشكل ده، نتبله حلو جدا من كل الجهات. ويا سلام بقى لو قعد في التتبيله شويه كده حلوين، يا سلام، هيبقى طبعا النتيجه افضل بكتير،
عشان يشرب شوية منها هيبقى معاكي أحلى وألطف جدا جدا. هي دي بس كده التتبيلة الخطيرة بتاعت السدر الرومي. هنيجي بقى على النار، أنا بحب دايما أديله لسعة كده على النار قبل ما أدخله الفرن. فهنحط بقى سمنة وزيت، وزي ما اتفقنا ورق لورا، حبهان، معانا كمان مستكة، تومة، راس توم كده، أو تحطوا توم صحيح، بلاش التوم يكون شرايح أو حاجة عشان ما يتلسعش أو يتحرق منكم. فاحنا محتاجين يا إما نحط راس توم مقسومة نصين، أو نحط التوم كبير صحيح كده نرميه وقت التحمير ويدخل مع العرق الفرن برضو يتشوي، بيبقى حلو جدا. فأنا إيه بقى، هناخد السمنة نحطها هنا كده في الصينية الحلوة دي، ونحط كمان زيت كده كده، سمنة وزيت، وناخد بقى ايه السدر الرومي الحلو ده ونحطه كده اهو. نرمي بقى معاه الحبهان، ورق اللورا، مستكة، ومعانا الثوم اللي انا قلت لكم عليه. نجيب بس كده ايه سكينة، وايه نص راس ثومة كده معاها اهو. عايزينه كده ايه ياخد لون حلو ويتشوح ويبقى خطير. ثوم، ريحته فظيعة، خطير. انا بجيب صينية الفرن بقى الحلوة دي اهو، بعد ما ياخد حق لون محترم كده وظريف خلاص هنشيله على طول ونحطه على الصينية اللي احنا ناويين ندخله فيها الفرن. هاخد معايا ايه نص راس التومة الحلوة دي هنا كده، شوية التوم ده هنا كده معاهم، كده اهو. ومعانا بقى زي ما اتفقنا ايه خضار بقى هنحطه كده حوالين ايه السدر الرومي الحلو ده. معانا بصل، معانا كرات، معانا جزر، بس كده الكلام الخطير ده. هرش عليه ملح وفلفل على الخضار كده، ملح وفلفل، هياخد له تقريبا ساعة في الفرن. هو السدر دوت تقريبا وزنه كيلو او اقل، حتى شوية من كيلو يعني، هياخد تقريبا ساعة في الفرن او اقل شوية. وهنغطيه بالالمنيوم فويل في الرف اللي في النص. هنبتدي الاول بدرجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعدين نقلل درجة الحرارة ل 180 لمدة نص ساعة. هي كده تقريبا ساعة الا ربع. لو عايزين نكمله ساعة، لو هو وزنه ساعة، يبقى ساعة الا ربع على درجة حرارة 180، واول ربع ساعة هي على درجة حرارة 200، ويكون الفرن طبعا سخن جدا ومتغطي بالالمنيوم فويل. هتلاقيه استوى معاكي وبقى ظريف. الخضار ده بقى تاخديه كده هتلاقيه اتشوى بقى ويجنن. ممكن نحط له برده ايه شوية زيت كده على الخضار كده، يساعده ان هو ايه يتشوي، بس كده هيتشوي معاكي وهياخد لون حلو جدا. ولازم بقى بعد ما يستوي العرق تسيبيه يهدى ويبرد علشان تعرفي تقطعيه بالسكينه، فبقى متقطع معاكي شرايح من صدر الرومي بالهنا والشفا، بقى تاكلوها خطيره. احنا عاملين طبعا واحد هناك اهو رائع، وريحته تجنن
وطعمه فظيع. اعملوه يا جماعه في البيت احلى بكتير ما تجيبوه من بره. انا عايزاكم تجربوه زي ما انا عملته كده وتقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله يعجبكم. فاصل بسرعه جدا الم فيه كل اشيائي دي ونرجع نعمل مخبوزات بالشبت، حلوه جدا، عجينه تحفه وسهله قوي، هنحط فيها شبت ونكورها كده وتدخل الفرن، ان شاء الله تعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل، سوف اعود ان شاء الله. انا جيت. هنعمل دلوقتي مخبوزات الشبت، وصفه حلوه جدا جدا ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم قوي قوي. هقول لكم المقادير حالا اهو. بصوا يا شباب، فطائر الشبت معايا 3 كوبايات من الدقيق، محتاجاه يكون دقيق قوي مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه مخبوزات او لجميع الاستخدامات علشان نضمن ان العجينه تنجح وتبقى حلوه. محتاجين نص كوباية من الزبادي اللي هو الزبادي بتاع العشا ده، ناخد منه كده يعني ايه معلقتين حلوين كبار. نحتاج كمان نص كوباية زيت، زيت زيتون هينفع، اي زيت نباتي مفيش مشكلة، نص كوباية زيت. معايا بيضة واحدة ونص حزمة من الشبت، طبعا البيضة دي هنرش عليها ملح وفلفل، ومعايا نص حزمة من الشبت متقطع كده بالسكينة صغير، تمام. معلقة من البيكنج باودر، وطبعا هنحتاج صفار بيضه بقى في الاخر ندهن بيها الفطاير دي قبل ما ندخلها الفرن. طبعا في حاجات كتير غير ان احنا ندهنها بصفار، لو مش عايزين ممكن ندهنها بشويه حليب متدوب فيهم قهوه سريعه الذوبان، او ممكن ندهنها بحليب بس، او ممكن ندهنها بزبده. دي كلها حاجات لطيفه جدا ينفع ندهن بيها الفطاير بدل صفار البيض لو انتوا عايزين، تمام. هنقول المقادير تاني بسرعه، 3 كوبايات دقيق مخبوزات عليهم رشه ملح، هنحتاج نحط عليهم معلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، هنحط عليهم نص كوبايه زبادي، نص كوبايه زيت، بيضه ونص حزمه من الشبت اللي متقطع، ومحتاجين كمان صفار بيضه لدهن الفطائر قبل ما تدخل الفرن. بس خلاص، وصفه خطيره. هنطلع هنا كده البوله الكبيره ونحط الدقيق وعليه رشة الملح، وهنحط البيكنج باودر، وهنحط الزبادي. طبعا هلم العجينة كلها دلوقتي وهنشوف هل هنحتاج لها مية ولا لا، وزيت عشان نعجن بيها، ومعانا بيضة اهو، ونجيب بقى، هجيب الميه طبعا ايه تكون دافيه. احنا مش حاطين صحيح خميره، احنا حاطين بيكنج باودر، لكن بالرغم من كده الميه الدافيه برضو بتساعد على العجينه انها ترتاح. احنا كده كده حتى لو العجينه مش عاملين حاطين لها ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا حاجه، لازم تتركن شويه بعد العجن، ده بيطلعها انجح. فاهمين قصدي؟ في جميع الاحوال انتوا محتاجين ميه دافيه للعجن، ده بيبقى افضل، العجينه بترتاح معاكي اسرع. كميه الميه حطيها بالتدريج عشان تبقي مسيطره وتلمي ايه العجينه كده اهو. وخلوا بالكم ان احنا كده كده حاطين لها بيضه، فده يعتبر سائل من السوائل، حاطين زيت، حاطين زبادي، فالحاجات دي كلها سوائل برضو، فكميه الميه مش هتبقى كتيره، فخلي بالك. عايزين بقى نحط شبت بس كده، العجينه تكون كده بتلزق شويه زي ما انتم شايفين.
هتفضلي كده تعجني فيها، على فكره من كتر عجنك فيها هتلاقي كل التلزيق ده راح، فاهمين قصدي؟ اهو كده، وهنغطيها، هنسيبها بس تريح كده مع نفسها، هي مش هتخمر ولا حاجة، تريح بس كده مع نفسها مثلا 20 دقيقة، يعني من ربع ساعة ل 20 دقيقة مثلا، ولو عندك وقت أكتر يبقى أفضل، لو ينفع تسيبيها نص ساعة مثلا، يا سلام، ساعة يا عيني، بس مش أكتر من كده قوي يعني. بس كده أنا معايا بقى واحدة مرتاحة كده وظريفة عشان نشكلها مع بعض على طول ووريكم هنعملها ازاي. هي بقى خلاص احنا كده عملناها، يعني ده كده اهم جزء في الوصفة وسهل خالص. نجيب بقى العجينة المرتاحة الحلوة دي، نجيب قرمة العجين كده اهو، عجينة حلوة جدا هتنبسطوا بيها قوي، وطعم الشبت فيها رائع، وكمان تقدروا تحشوها، يعني عايزين تحشوها مثلا جبنه، عايزين تحشوها جبنه رومي مبشوره، جبنه رومي حتت، جبنه فته، جبنه اي حاجه، جبنه اي نوع جبنه هيبقى ظريف. بس هناخد كده منها كور، بترتاح بتبقى ايه رائعه، بصوا فظيعه. وكل كوره منهم هنلفها على بعض كويس كده وبس. انا مش هحشيها اي حاجه، انتوا تقدروا تحشوها لو تحبوا، ممكن كمان جبنه موتزاريلا بقى، يا سلام، واكيد الحشوات الحادقه كلها تنفع، زي اللحمه المفرومه، فلفل الوان مع الجبنه مثلا، حتت من الزيتون والفلفل الالوان، كل الحاجات دي كحشوات هتنفع قوي. هناخد كل كوره كده فيهم ونلفها كويس حركة دائرية كده، تبقى جاهزة. هنرصها في الفرن وندخلها فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص 10 دقايق بالكتير، ان شاء الله ممكن تزيد دقيقتين ولا حاجة كمان عن 10 دقايق، يعني 12 دقيقة وخلاص، وهتلاقي نفسك الفطاير استوت معاكي وطرية وتجنب. عايزين تدهنوها زي ما قلتلكوا بصفار البيضة، يكون عليه رشة ملح وفلفل، حلو قوي. عايزين تدهنوها بخليط لبن بس أو لبن متدوب فيه قهوة سريعة الدوبان، هيبقى برضو ظريف جدا زي ما انتوا عايزين. طبعا بعد ما نطلعها من الفرن لازم نطرطش عليها شوية مية بإيدينا ونغطيها بفوطة نظيفة ونسيبها بس لمدة 6-7 دقايق تهدى كده، وتطلع بقى خطيرة كده زي أستاذ أحمد هيجيبها لكم حالا أهي، رائعة يا جماعة، تتاكل مش هتشبعوا منها من كتر ما هي لذيذة، وزي ما شفتوا مقادير بسيطة جدا. هنحط كرات العجين اهو هنا وتدخلوها الفرن وتجربوها، وبألف هنا وشفا يا رب، هتعجبكم خالص، هتنبسطوا بيها جدا، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. فاصل اوام اوام ونرجع نعمل بقى ايه الباوند كيك اللي كانت مدوخاني انا شخصيا عشان اعرف اعملها حلو زي ما انا باكلها بره، خطيرة. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت، شوفوا بقى الباوند كيك الخطيره اللي هتعرفوها دلوقتي، وصفه كده. ايه بقى معايا؟ كوبايه، بصوا ركزوا معايا، كوبايه وتلت، لا مش وتلت، كوبايه وتلت ارباع كوب دقيق. ايه يا مروه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش هي اصلها انا دقيقه جدا، وبصوا طلعت عيني عشان اعملها حلو. فهي كده كوبايه وتلت ارباع كوبايه دقيق، تمام. في حالة ان انت عايزة الباوند كيك بالشوكولاتة، هتشيلي التلات ارباع كوب دي وتبدليها بالكاكاو وتخلي كوباية الدقيق، تمام كده. فانا معايا اصل الدقيق كله كوباية وتلات ارباع كوب دقيق، تمام ماشي. هنحط عليها رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، حلو كده. وهنقوم عاملين ايه وركنينها كده على جنب، هنحط الدقيق، رشة الملح، والبيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونركنهم على جنب كده في بولة.
نيجي بقى نطلع بولة تانية نحط فيها ايه بقى؟ كوباية زبدة وكمان عليها معلقة كبيرة زبدة. تمام؟ كوباية زبدة وكمان عليها معلقة كبيرة زبدة، وتكون الزبدة طرية، ونحط عليها ربع كوب سكر، كوب وربع من السكر، كوب وربع من السكر البودرة. تمام؟ هنقولها تاني، هجيب بولة تانية بقى عشان أحط فيها أضرب فيها إيه بقى؟ الزبدة، كوباية زبدة وعليها كمان معلقة كبيرة من الزبدة، والسكر كوباية وربع من السكر البودرة المنخول، وهنحط عليهم أربع بيضات وثلاثة صفار بيض. تمام؟ أربع بيضات وثلاثة صفار بيض. هنعمل إيه بقية البياض يا مروة بتاع الثلاث صفار بيض؟ في العشاء بقى مع حتة بسطرمة وبطين كمان، وهيبقى زي الفل. بقول لكم أهو، ماشي؟ تمام. فانيليا طبعا، محتاجين كيسين فانيليا كده حلوين نحطهم كلهم، وربع كوباية من اللبن، لبن الحليب ربع كوباية، وشوية فواكه مجففة. الفواكه المجففة دي هتلاقوها في محلات مستلزمات الحلويات أو في السوبر ماركت، أوقات بتبقى مغلفة كده وفي كيس، ظريفة جدا، هتتحط في الباوند كيك، هتعجبكم قوي قوي قوي. خلاص أنا كده استعرضت كل المقادير، بصوا بقى على الطريقة وصدقوني هتلاقوا أحلى من اللي أنا بقول لكم عليها دي. جربوها كده وقولوا لي بس ايه رايكم. ادي الدقيق اهو، هنحط عليه رشه الملح، وهنحط عليه البيكنج باودر، وزي ما اتفقنا الكوبايه وثلاث ارباع كوبايه دقيق، ده كده لو احنا محتاجينها من غير شوكولاته. لو عايزاها بشوكولاته هتشيلي ثلاث ارباع كوبايه، ثلاث ارباع دي يعني ربع وربع وربع، ثلاثه ربع ثلاث ارباع، تشيليهم وتستبدليهم بنوع كاكاو خام كده حلو ومحترم. ادي هنا الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح، ونجيب بقى بوله تانيه هنا كده، ومعانا المضرب الكهربائي. هحط الزبده، كوبايه زبده وعليها معلقه كبيره زبده تكون طريه، عشان انا عايزه اضربها الاول كده بالمضرب لوحدها قبل ما ابتدي احط لها السكر البودره. يا مضرب احنا لسه ما ضربناش، امال لو ضربنا بقى هتعمل ايه فينا؟ اها، لا مش كده، ده انا عماله اقول الباوند كيك بقى و... بسم الله اهو. بعد كده هنحط السكر البودرة، انا عايزة اجيب المنخل عشان اطمن ان السكر كله منخول، دي حاجة مهمة علشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع معاكي خالص في الكيك كده اهو. بس كده، وايه، هنكمل ضرب الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه، انا ايه اخشى ان يعني السكر كله يطرطش عليا، فبحاول كده ايه اقلب الكلام ده كله مع الزبده علشان ما نتبهدلش اهو كده. معايا بقى الاربع بيضات، اربع بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعليهم ثلاثه صفار بيض، اربع بيضات وثلاثه صفار بيض، وكيسين من الفانيليا، وهكمل ضرب. فاضل بقى اللبن، هنحطه برده، هنضرب ضربتين. بس كده، وانا اسف للازعاج وشكرا للمضرب ده، وايه
ده كده ايه الخليط السائل بتاع الباوند كيك. هنبتدي نضيف عليه بقى ايه الدقيق كده ونقلب اتجاه واحد. الدقيق اللي احنا حطينا عليه رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر كده اهو. نحط بقى الكمية كلها عشان الوقت، عمالين يقولوا لي الوقت يا مروة. ماشي، هنفضل كده نلف العجينة لغاية لما ما نلاقيش أي أثر للدقيق خالص. وطبعا عجينة الباوند كيك بتبقى تقيلة، ما بتبقاش سايلة كده، لا تبقى تقيلة شوية، وده طبعا المفروض يحصل لأن احنا هنحط لها فواكه مجففة، فعشان الفواكه المجففة تلزق في العجينة لازم يكون سمك العجينة تخين. نحط شوية فواكه مجففة واحنا كده بنقلب كده اهو عشان تلزق مع العجينة كده اهو. صينية بقى بتاعت الانجليش كيك الطويلة دي مثلا مدهونة زيت او زبدة، ولازم تحط لها برضو ورق زبدة وتحط فيها خليط الكيك الحلو ده، وندخلها الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا 40 دقيقة، 42 دقيقة بالكتير، درجة الحرارة 180 تمام. بعد ما يعدي 35 دقيقة تقدري تفتحي الفرن كده بالراحة وتشوفي ايه الأخبار، تختبريها بخلة الشيش طاووق أو بسكينة، تشوفي كده استوت ولا أخبارها ايه. لقيتيها استوت وتمام، هنطفي الفرن ونفتح باب الفرن بس 5 دقايق وهي جوه كده من غير ما نخرجها. بعد ما يعدي 5 دقايق تطلعي صينية الكيك، هتلاقيها كده خطيرة اهو. تطلعي صينية الكيك من الفرن، حتى لو فتحت كده من فوق ده عادي جدا، ده الشكل الطبيعي للكيك اهو كده زي ما انتوا شايفين. هنقشر من عليها ورق الزبدة، تاخد لها في الفرن زي ما اتفقنا، بنتكلم من 45 دقيقة، من 40 دقيقة قصدي ل 42 دقيقة في الحدود دي تمام. انا بقشر من عليها هو ورق الزبدة كله كده، وتقطعوها بقى شرايح مش قادرة اقول لكم فظيعة، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. بصوا وقطعوها رفيع بقى زي ما انتوا عايزين، زي ما بتبقى موجودة كده ايه في المحلات. بصوا بيبقى لونها كمان على مصفر شوية، انتوا عارفين طبعا الكيك اللي انا بتكلم عليه. بصوا انا بقطعها رفيع قوي، ما بتفرولش، ماسكة نفسها وحلوة جدا. تبقى موجودة كده في المحلات، هتلاقوا كل واحدة كيك منها كده محطوطة في كيس او في ملفوفة على نفسها كيس. بصوا طرية جدا، ما تفرولتش ولا اي حاجة، وتجنن رهيبة. هاخد قطمه بقى مش قادره عشان انا بموت فيها وقعدت اجرب فيها كتير قوي، دي رهيبه. جربوها جربوها قولوا لي ايه رايكم. الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول حاجه او صدر الرومي الروستو، تبلناه تتبيله بسيطه جدا وسهله قوي قوي، اعملوه في البيت يا جماعه، انضف واحلى من الحاجات المصنعه. ينفع في التجمعات العائليه بقى، ينفع نعمله عشان المدرسه، عشان العشاء، عشان الغدا، براحتكم. الوصفه الثانيه عملنا مخبوزات الشبت، عجينه برده بسيطه جدا وسهله قوي، تجنن، حطينا فيها شبت تحفه تحفه تحفه. واخر حاجه وصفه الباوند كيك بالفواكه المجففه، خطيره، لازم تجربوها. انا هستنى الوصفات بتاعتكم والصور بتاعتكم، خصوصا في الباوند كيك، والله في الثلاثه يجننوا. بس انا عشان الباوند كيك دي غاليه عندي قوي، ليه علاقه بالطفوله قوي. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، تابعوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون مع بعض على الهوا. باي باي.